السلام عليكم المحسنين المحسنات المؤمنات. رانا تصوروا فيا الناس على الحاله ديالي اللي تنعاني بها الاعاقه، وخوتي مرض عقليه، وحده كانت خدامه عليا، كانت خدامه عليا الاخت ديالي ماتت في الكونسير، عندي واحد مختفى 20 عام باقي ما لقيناش، تنقلبوا عليه ما لقيناش، ما عندي الصحه باش نقلب عليه. الله يرحم ليكم الوالدين، الا لقيتوه ليا سبحان الله. انتم ما كرهتش تعيطوا عليا في التليفون، نعطيكم الهاتف ديالي. ها البنت اللي كانت تخدم عليا خوتي، ها هي اللي تخدم عليا في الكونسير، ماتت في الكونسير. عندي خوتي مرض عقليه، احنا عندنا البيت صغير تنعسوا فيه كاملين، يعني انا احنا كنا شحال عندي، احنا اربعه، واحد اختفى بقينا ثلاثه، اختفى مريض عقليه، تنعسوا بيت واحد والله العظيم، الا العسوا ما تبقانا في الزنقه حتى يرفقوه مع النوض. انا مرض عقليه ما يمكنش، وتوحنا مجوج فينا والله، انا ضحيت والله على بقيت كتت ما اي اي البنيه اللي تتعاوني مسكينه، هاد الجاره تجي تشقى لي، هي اللي جمعت البيت، وهي تتعاقبني، وهي تديني الحمام، هي هاد البنيه هادي وخدامه مسكينه وتمشي تخدم وتتساعدني. وتنتمنى من المحسنين خارج الوطن وداخل الوطن باش يشوفوني، باش يتعاونوا معايا على ايد المساعده. من مرات الدار بغات تخرجني، الله يرحم ليكم الوالدين، دار لي الافراغ، انا تنخلط الكرا ودار لي الافراغ، انا يعني ما عادش فين نمشي، لا شردتني الزنقه انا وخوتي غنمت في الزنقه، دار لنا الافراغ، عطينا شهرين، شهر داش بقى شهر، يعني شهر 12 خصنا نخويو، انا ما كلشي خوا، هادوك باقيين صغار يكريو، يقدر يشريو يقدر يكريو، انا ما مقبوله لا في الكرا لا في الشرا، من غير بغا يتبر عليه شي واحد في شي محل، ما كرهش انا وخوياتي، وخا بيتو كوزينه، انا طالبه بيتو كوزينه، هاتوما خوتي، فين تنطيبو في البيت؟ تنطيبو في البيت، البوطه في البيت، نصبنو في البيت، كلشي في البيت، يعني الغاز، وعندي عندي الضيقه، عندي يعني الضيقه مريضه، عندي الدويت وعندي الضيقه وعندي الروابز، يعني محنا مع الضيقه وعندي الهشاشه وعندي الاعاقه في رجليا. وطالبه من خوتي المحسنين خارج الوطن داخل الوطن كاروسه كهربائيه، يساعدوني في كاروسه كهربائيه باش انا نحط على ماكله العش، ندير كلينيكس ونخرج ندير كلينيكس ندور، ما تلقاش دور هاديه تمشي بها غير محليه هكا بحال ديال التربيه، تنديرها قدامي تمشي محليه عليا، والله العظيم يدي طابو عليا، ها كلشي طاب لي يدي، تنديرها بها في اليديه، حق لا اله الله الا طيبتني هادي. انا بغيت كاروسه كهربائيه اخوتي المحسنين، اخوتي في الله عاونوني، ديروا ايد المساعده، ربي يجازيكم، الله لا يضيع اجر المحسنين، لا درتم عاد الاجر، الله ما غادي يضيع لكم حتى حاجه، الله يرحم ليكم الوالدين، ما عادش اللي يخدم عليا، انا قريت صحه ما تنخدمش، تندير كلينكس تندور، تندور معروفه تندور بحي الحسني بكلينكس، عارفين حي الحسني كلهم، ايوا حكم مرض عقليه ما يمكنش، الا ما عطيتيهم ياكلوا، الا ما حسنتي ديتهم الحسن تخليهم غفاله، الا ما قلتي الحمام غسل ليهم ولا بدل ليهم ما يبدلوش. وانا بعدا انا واخا معوقة عندي بعدا الحمد لله كيفاش، واخا معوقة من رجليا هما ما يعرفوا حتى حاجه، ما حطيت الماكله ما ياكلوش والله لا كليو، ما يقولوش عطوني ناكل، الا ميتي ما عنديش الوالدين وما عنديش العائله في كازا، بغيت يوقفوا معايا المحسن المحسنات خارج الوطن داخل الوطن، الله يرحم ليكم الوالدين، راني معوقه وعندي الهشاشه ومولا الدار بغات تخرجني، دارت الوكاله هي، دارت الوكاله، دارت الوكاله هي اللي سولتنا، كل مريض مولنا مول الدار ما يدير لنا والو، ولكن هي دارت الوكاله، والله العظيم غنوريكم الورقه ديال الافراغ، غتخرجنا. عييت من هاد المشاكل وما عنديش اللي يوقف معايا، مصحف كريم ما عنديش اللي يدير لي المحامي، ما عنديش اللي يوقف معايا في المحكمه، انا ما غاديش نشمل الفلوس، عندي عندي 3 شهور ما بغاتش نشدها منها، انا ما نعرفش الصندوق، ما عنديش اللي يدير لي الصندوق، ما عندي الصحه، الدريه راه واقفه تطيب لي وتتجمع لي وتدير لي الحمام، الله يخلف عليها، الله يخلف على اللي تيدير الخير، الله العظيم انا ما قاد على محامي، جا المحامي هو اللي عطاني هاد الوراق هادو هما هنايا ديال الخروج، وانا عندي خوتي مصيفطه ما عند الناس، علاش؟ الضيق القش هنا ضروري القش في الدار، ما عندكش كيفاش ديري البوطه، فاش تصبري، فاش ديري الماكله، كلشي تيحماضيه في البيت، ما يمكنش نعيش بلا ثلاجه بلا فوطه بلا ماكينه، انا ما لقيتش نصبن، هاتوما خوتي، ها رجليا، ديري رجليا بنتي، ها رجليا معواقين، حالتي معواقه، انا ما عندي عائله في كازا. يا ربي تنتمنى سيدنا الله ينصرو، يا سيدنا لا شتيني في هذا الاوديو، يا سيدنا الله يشافيك ويعافيك ويقعد قاعد وسادك، رانا تندعي معاك، الله يخلي مولاي الحسن يطول عمره ويطول عمرك ويحفظ الاسره العلويه والاسره الملكيه، الا شتيني يا سيدنا راه مولاي الدار بغا تخرجني ما عندي فين نمشي، تنطلب منك ساعدني في شي محل او شي كريمه باش ناكل ونكل خوتي، الله يرحم ليك الوالدين خوتي معواقين، واحد خارج 20 عام ما لقيتوش درت مختفى 3 مرات، ما بانش حسو، ما عنديش صحه باش نقلب عليه. اختي ماتت بالكونسيرة هي وريتها لكم في التصويرة، اخويا مريض خرقالس، واحدة مقابلهم الله يطول عمرها، الله يرحم ليك الوالدين يا سيدنا ويطول لك عمرك، إلا شتيني في هذا النداء،
اتجه ليا وشوف من حالي عافاك راك تدير الخير وهذا الخير تيوقف معاك في مرضك وتيوقف مع وليداتك وتيوقف معاك وهذا الخير اللي تدير راك تدير الخير وانا بغيت هذا الخير تشوفني انا ان شاء الله واتجه ليا في النداء ديالي اسيدنا الله ينصرك ويشافيك وقعد وسادك لوليداتك